اسمي إيهاب فؤاد، طالب في كلية الطب سنة أولى، وأريد أن أخبركم أكثر عن ظاهرة الكورونا بمعلومات دقيقة وصحيحة يتوجب عليكم معرفتها. لنبدأ. يتوجب علي وعلى كل شخص في كلية الطب أو طبيب أن يخبر الناس بالمعلومات الصحيحة التي تفيدهم في صحتهم. معظم الناس لا يمتلكون المعلومات الصحيحة، أو أنهم يمتلكون معلومات خاطئة بسبب التواصل الاجتماعي. أما الآن وفي هذه القناة، أنتم لن تحصلون إلا على المعلومات الصحيحة والدقيقة التي ستفيدكم في حياتكم. أبدأ برواية قصة حدثت معي تقريبا منذ 5 أيام، عندما كنت في مكتب حكومي أنجز بعض الأوراق. لقد رأيت سيدة قامت من مكانها وبدأت بنشر العطر في جميع أنحاء المكان، ونظرت إليها سيدة أخرى وقالت لها: أنا أعاني من هذا، فلماذا فعلت ذلك؟ فقالت لها: أنا أحاول أن أحمي الناس وأحمي نفسي وأولادي من الكورونا. يتوجب عليكم معرفة أن هذا الفيروس والعديد من الفيروسات الأخرى لا يمكن قتلها بهذه السهولة، إنها تحتاج نسبة 60 إلى 90% من الكحول لكي تموت. السبب الثاني الذي يمنعكم من استخدام العطر لقتل فيروس كورونا أو عدم تفعيله هو أن العطر يمتلك من 200 إلى 350 كيماوية، مادة كيماوية لا يتوجب عليها أن تدخل إلى أجسادنا. ومتى ما دخلت هذه الكيماويات إلى أجسادنا فهي تسبب بانشغال الجهاز المناعي في محاربتها أو في التخلص منها، وهذا سيشغل جهازنا المناعي بشيء ليس بذلك الأهمية. لنقول أن تلك السيدة ذهبت بعد 10 أو 15 دقيقة إلى مكان آخر فيه وباء كورونا، فسيجد الفيروس طريقا أسهل لكي يخترق جسدها، وهذا بسبب قلة عدد الخلايا البيض الموجودة والمتاحة لمحاربة الكورونا. لماذا؟ لأن خلايا البيض الآن في هذه المرحلة مشتغلة بمحاربة أو التخلص من بقايا العطر. العديد منكم يظن أن فيروس كورونا فتاك لجميع فئات الناس، سواء كانت مناعتهم قوية أم ضعيفة. هذه المعلومات جدا خاطئة، لأن الدراسات الحديثة تثبت أن أولئك الذين يمتلكون مناعة قوية يحصرون الفيروس والالتهاب في مكان واحد ويمنعون تعاظم شأن هذا الفيروس، وهم يحتاجون وقت أقصر لكي يشفوا من الفيروس. أما الذين يمتلكون أمراض أخرى أو لديهم جهاز مناعي أضعف، هم معرضين للإصابة بفيروس كورونا بشكل أسرع، وليس فقط ذلك، هم معرضين للموت بسبب تفاقم حالة فيروس كورونا، مما يؤدي إلى انقطاع النفس. عملية صنع طعم لهذا الفيروس ليست بتلك السهولة، والسبب لأنه هذا الفيروس يتغير بسرعة. السبب وراء تغيره هو أنه لا يمتلك الآلية والإنزيمات التي تصحح الأخطاء في كل مرة يقوم بها في الانقسام. في خلايانا الطبيعية تقوم هنا أخطاء أحياناً عند الانقسام، لكن يقوم الجسم بتعديلها في الحال، فذلك نحصل على خلية مطابقة للخلية التي كانت قبلها. أما في هذا الفيروس هذا ليس ممكناً، فإن عدا هذا الفيروس شخصاً واحد ستنتقل هذه العدوى إلى شخص آخر، كلما كان يتكاثر كلما زادت نسبة الأخطاء، فسيتغير الفيروس ويصبح كائن كليا غير بعدما أن يعدي عدد من الأشخاص. العديد من الناس تظن أن الطعم سينزل قريبا في الأسواق، هذه المعلومات ليست صحيحة، لأنهم إلى الآن لم يجدوا الطعم المثالي لهذا الفيروس، وإن أوجدوه في هذه الساعة سيتطلب تنزيله إلى الأسواق تقريبا 6 أشهر، وهذا لأنهم سيختبرونه على الحيوان، ومن ثم على البشر، ومن ثم على عدد أكبر من البشر لكي يعطوننا إياه ويكون آمن للاستخدام.
أريد أن أوضح أن الفيروسات كائنات ميتة وهي ليست حية، هذا لأنها لا يمكنها أن تنمو ولا يمكنها أن تستخدم المواد العضوية لكي تكبر وتنمو أو تخلف الفضلات مثل ما تعلمون، ولا يمكنه أيضا أن يحافظ على حرارته ويقارنها بالخارج والداخل مثل ما نفعل نحن، فهو يعتبر كائن ميت، لكنه عندما يدخل خلايانا يصبح حيا باستخدام خلايانا. فهذا يعني لا يمكننا أن نقتل أي فيروس، لكن يمكننا أن نجعله غير فعال، وهذا لأنه يحتوي على البروتينات على سطحه كما ترون. عندما نضع الألكهول من نسبة 60-90% تتفكك البروتينات والدهون الموجودة عليه، وهذا ما يعرضه للموت كما نقول نحن. هذا ما سنراه إن نظرنا داخل رئة الإنسان، هنا حيث تقوم عملية تبادل ثاني أكسيد الكربون والأكسجين. عندما نتنشق الهواء سيأتي الأكسجين من هنا من خارج الجسم لكي يقوم بتعبئة هذه الحويسلات الهوائية التي تحتوي على معدلات عالية من الأكسجين، وإن قارناها بمعدلات الأكسجين داخل حويسلات الدم ستكون هنا أعلى بالتأكيد. أما في الدم فتكون معدلات ثاني أكسيد الكربون عالية جدا، فستقوم عملية تبادل هنا من خلال هذا الغشاء الرقيق جدا والتي تبلغ سمكته فقط خلية واحدة، وستقوم عملية التنفس بكل نجاح. لكن في حالة انتشار الوباء أو الفيروس ودخوله إلى هذا المكان، أو دخول الأبخرة أو العطور أو أي شيء ليس مرغوب به داخل أجسادنا، فسيقوم الجسم بمحاربة هذه الفيروسات التي تكون هنا، وسيقوم بإنتاج السوائل هنا بهذا الشكل، وسيقوم أيضا بإنتاج البروتينات هنا لمحاربة الفيروس التي يكون هنا في هذا المكان، وطبعا بإنتاج المادة والسوائل والمواد التي تحفز على جهاز المناعة. فهذا هنا سيحبس الأكسجين هنا داخل ويمنعه من العبور إلى الناحية الأخرى، وكذلك سيحدث إلى ثاني أكسيد الكربون. فلهذا يعتبر فيروس كورونا فيروس خطير لأنه سيؤذي عملية التنفس، ولكن إن كان جهازكم المناعي قوي فلن يدعه يصل إلى هذه المرحلة، سيوقفه في أنفكم وفي مناطق عالية من جهاز التنفس. هنا أن نحصل على أفضل وأدق التفاصيل عن وباء فيروس كورونا إلى هذه الساعة من خلال موقع منظمة الصحة العالمية. يمكننا أن نرى أن الصين ما زالت تحوز على أعلى نسبة إصابات، أما إذا ذهبنا إلى الغرب قليلا نرى أن إيران تحوز على ثالث أعلى نسبة، أما إيطاليا هنا تحوز على أعلى نسبة. الصين 81 ألف حالة تقريبا، إيران 12 ألف حالة، و إيطاليا 21 ألف حالة. أما أمريكا في الغرب هي أعلى نسبة وهي 1600 حالة. إذا ذهبنا إلى الوطن العربي قليلا يمكننا أن نرى أن معظم البلدان العربية لا تتجاوز 100 حالة باستثناء الكويت، السعودية، البحرين وقطر التي تحوز على أعلى نسبة بين الدول العربية. يمكننا هنا رؤية أن اليمن وليبيا وسوريا خالية تماما من الحالات، وهذا ما يدعو إلى الشك. نحن نعلم أن هذه البلدان محاصرة بدول أخرى تحوز على فيروس كورونا، فهذا يجعلنا أمام خيارين: أما أن الفيروس موجود بالفعل في هذه البلدان لكن الأطباء يقومون بتوثيق الحالات على أنها شيء آخر على أنها ليست كورونا بالتحديد،
أو أنهم لا يقومون بتوثيق الحالات أصلاً، أو أن هذه البلدان لا يمكن الوصول إليها من قبل منظمة الصحة العالمية، وهذا ما يجعل الحالات منتشرة بدون أي إحصاء. هنا لقد لاحظت ظاهرة غريبة الشهر الماضي في 13 من فبراير، عندما سجلت منظمة الصحة العالمية 15,000 شخص مصاب بالكورونا في يوم واحد، وهذا أيضا غريب بعض الشيء لأنه اليوم الوحيد الذي سجل فيه مثل تلك الحالة. أظن أنه بسبب عيد الحب، بسبب ازدياد الرحلات واحتكاكات الناس في الأسواق، لكنني أعود وأفكر بأن الفيروس يتطلب تقريبا 10 أيام أو أسبوعين ليظهر الأعراض. هذا يعني أنهم هذه الفئة من الناس حصلت على هذا الفيروس في بداية شهر فبراير، وهي ظاهرة تدعو للتفكر. وأريد العون منكم بالتعليقات، وأريد أن أرى آرائكم وأفكاركم بخصوص هذه الظاهرة. آخر شيء أريد أن أتحدث عنه هو أن نسبة هذا الفيروس، إذا قارنا نسبة الوفيات بعدد المصابين، معدل الوفيات لا يتجاوز 4%. هذا يعني إن أصيب 100 شخص بالكورونا فقط 4 أشخاص سيموتون. إذا قارنا ذلك بإنفلونزا الخنازير الذي يمتلك 10%، أو بداء الكلب الذي يمتلك 100%، هذا يعني إن تعرض 100 شخص إلى داء الكلب فجميعهم سوف يموتون. فيمكننا أن نكتشف أن هذا الفيروس ليس بهذه الخطورة. أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم من هذا الفيديو إلى أبعد الحدود. أريد منكم أن تنشروا هذه المعلومات إلى أكبر عدد من الناس للإفادة، وأن تشتركوا وأن تضغطوا على الجرس لكي تتمكنوا من رؤية محتوياتي التي سأقدمها في المستقبل. أريد منكم أيضا أن تضغطوا هنا إن كنتم ترغبون في رؤية محتوياتي باللغة الأجنبية. وأريد أيضا أن أنوه أن اللغة العربية لغة جدا ممتعة وقيمة، ويتوجب علينا أن نستخدمها وأن لا ننساها، ولذلك قررت أن أقدم محتوياتي أيضا باللغة العربية احتراما لها. شكرا لكم.